بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم، وحلقة جديدة من برنامج الدين المعاملة. حلقة هذا اليوم بعنوان أحكام ورعاية جرح الحوادث والحروب. روي عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله إن جبرائيل أتاني بأمر قرت به عيني وفرح به قلبي، قال يا محمد صلى الله عليه وآله من غزا غزوة في سبيل الله من أمتك فما أصابته من السماء قطرة أو صداع إلا كانت له شهادة يوم القيامة، الجريح في سبيل الله أو المصاب وما يصيبه من ألم ربما أو ضرر في يده في قدميه في جسده وما يعانيه من ألم هو مع ذويه، كل ذلك وسام فخر ومقامات عليا في الجنة. تتضمن هذه الحلقة عدة محاور بالإضافة إلى المسائل الدينية والاستفتاءات الشرعية. تدرون الاهتمام بالجرحى والمصابين من الأمور اللازمة، برأيكم كيف يكون ذلك من قبل الجانب الحكومي؟ شلون نرسم تعامل من قبل الجانب الحكومي ومن قبل المجتمع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر قناة الأيام الفضائية وبرنامج الدين المعاملة حقيقة، وسيدنا أنت يقضى طويل في هذا، نشكرك على هذا الاهتمام بإخوانك الجرحى ومن عوائل الشهداء أيضا وكل شرائح المجتمع العراقي. اللهم يوفقنا جميعا إن شاء الله. الله يخليك ويسلمك. حقيقة سيدنا العزيز، إحنا اليوم كل عامة الجرحى سواء من الحشيد من الداخلية من الدفاع من ضحايا الإرهاب، احنا اليوم عندنا أعداد كبيرة جدا بعد الحروب اللي عانينا من عدها واللي طلعنا من عدها. احنا اليوم اولا يجب ان الدولة تكون لها فشيء مهم جدا لتضحيات هذه الناس اللي ضحتها من أجل أنه يرتقون. أول قضية تقول توفير رواتب للجرحى، وإن شاء الله هاي موجودة القضية. إحنا بالنسبة لنا كجرحى جيش نحن نستلم رواتب داخلية، يستلمون رواتب وأيضا الحشد وحتى ضحايا الإرهاب، ولكن إحنا نريد المساواة. يعني اليوم أبو ضحايا الإرهاب ينطي بدل قطعة أرض مثلا بغداد لأنه ماكو توزيع، إحنا لا ما مشمولين. نعم زين. الا على مسقط الراس، لا احنا حتى مسقط الراس يعني احنا عادي ماكو مشكله زين اي، ولكن لا هي كضحايا ارهاب كمؤسسه شهداء وضحايا الارهاب والاخطاء العسكريه احنا نريدهم اسوه بضحايا الارهاب انه ينطونا بدل قطعه الارض زين. تدرون ينبغي الاهتمام بالجرحى والمصابين، بل يجب في موارد عديده باعتبار اذا وصل الى انقاذ نفس محترمه، خصوصا في اللحظات الأولى من الإصابة كما سامعين. نعم. من جنابكم ومن المختصين. نعم. كيف يكون الاهتمام؟ نعم. كيف يكون الاهتمام بالجرحى والمصابين وأخص بالذكر إصابات الحبل الشوكي خصوصا؟ نعم. والأخص الإصابة أو الجريح في سبيل الله. نعم طبعا تعتبر إصابات العمود الفقري والحبل الشوكي إصابات شائعة في ظروف السلم والحرب على حد سواء، وتتراوح شدة الإصابة بين كسور مصحوبة بضرر عصبي شديد إلى كسور غير مصحوبة بضرر عصبي، وبالتالي إذا كانت الإصابة في الفقرات العنقية راح ينتج عنها شلل الأطراف الأربعة. نعم، وإذا كانت الإصابة بالفقرات الصدرية نزولاً راح ينتج عنها شلل الأطراف السفلى طبعاً الكامل وغير الكامل. وطالما مستشفى ابن القف هو المستشفى التخصصي الوحيد في العراق فهو مهتم بهذه الإصابات. اللي أريد أقوله
نقل المصاب في مكان الحادث جدا مهم. جدا بل. جدا مهم. لأن يعني هذا قبل وصوله الى المستشفى. نعم. يكون المفروض يصير عندنا احنا ثقافه. نعم. بالتعامل الجيد مع هذا المصاب. يعني ثقافه نقل المصاب من مكان الحادث مهم جدا. جدا بل اذا وانا ما اتعامل مع نوعين من المصابين، مريض واعي ومريض فاقد الوعي. بري بري قد تاثر. نعم. الإصابة. في مكان الحادث بري. فالواعي اجبره على الرقود، ما مسموح يقعد ولا مسموح يقوم. زين. لان سجلت حالات انه المريض انتكاسه الحاله. اها المريض يمشي لخطوات المصاب ثم يسقط. بري. يعني معناه كان الضرر غير كامل في الحبل الشوكي. وادى الى الاضرار به. ضرر صار عنده ضرر كامل في الحبل الشوكي. بري. نعم. هذا للواعين. زين. وغير الواعين فلازم عندي وضعيه اخليه على الجانب. نعم. ايده السفلى تحت راس المريض. انا حتى اذا صار تقيؤ. نعم. فما يستنشقه او يبلعه، فهي وضعيه مناسبه للمرضى فاقدي الوعي. بل. نعم. الى ان ننقل المصاب بالشكل السليم الى المستشفيات التخصصيه. الناس انا من طلعت العمليه. نعم. هي هاي العشرة ايام وراء عشرة ايام، يعني ظلت تقريبا 20 يوم هيك 15 يوم ما اصلي. زين. يعني ما اصلي، هل يجوز يعني هل يصير اقضيها هسه؟ طبعا يصير. الانسان اكو وقت اداء للصلاه، قدر يصليها يصليها، مو قادر يقضيها في خارج وقت الاداء. مطلوب مطلوب. ايه هسه مطلوب. مطلوب تقضيها. تقضيها. اقضيها هسه. زين. انا اسالك اذا هو مطلوب من قيام يصير يؤديها من قعود، اذا هسه هو تكليفه انه ما يقدر يصلي من قعود، يؤدي وحده من قعود يقضي ما كان من قيام، برايك انت يصير؟ يعني قبل قبل مطلوب هو من قيام. ايه. هسه يريد يقضي، هسه هو مقعد، اصابه عنده بالحبل الشوكي ومقعد، يصير يقضي صلاه من قعود؟ ما يصير. ما يصير. طبعا لا. اذا علم مطمئن ان هو بعد ما يقدر يقوم، اذا متيقن، شو يسوي؟ يعني يقضيها من قعود وان كان هو مطلوب من قيام. اذا شنو؟ يتوقع في نفسه اذا علم او اطمئن من عدم امكانيته للقيام والصلاه من قيام ولو في المستقبل. اما اذا يتامل او يتوقع او قال له لا ممكن الطيب، شو يسوي؟ ما يصلي، ما يقضيها، يقضيها ينتظر ان شاء الله الله يمن عليه بالصحه والعافيه حتى يقوم من قيام ويقضي صلاته اللي مطلوبه من قيام. ليش؟ لانه اقضي ما فات كما فات. لا تفتهمني؟ أنا. اقضي ما فات كما فات. لكن اذا هو مطمئن ان بعد ما يقدر يقوم، لا يقدر يقضيها من قعود وان كان مطلوب شنو؟ من قيام. اما ان يقضي مثلا عن ابويه، يصير هو ستكليفه انه قاعد يصلي من قعود، يصير يقضي عن ابويه من قعود وهما هو ابوه يمشي يعني ما بيش. ابو لا ميت، اذا ميت. ايه؟ يقضي عن ابوه الميت وهو قاعد، وهو كان هو قاعد، برايك يصير؟ يصير. لا ما يصير. ما يصير. على الاحوط وجوبا ان لا يقضي عن ابيه ما فاته من قيام، من صلاه قيام، لان قاعد نقول اقضي ما فات كما شنو؟ كما فات، مطلوبها قيام اقضيها قيام. هسه احنا قلنا من الامور اللازمه الاهتمام بالجرحى والمصابين. نعم. كيف يكون ذلك الاهتمام من خلال المجتمع؟ يعني انت تريد اليوم تتحدث ويا المجتمع. نعم. برايك شلون انه يكون الاهتمام من قبل المجتمع بالجريح؟ احنا حقيقه نعاني جدا من هاي المساله. زين. اول شيء اولادنا بالمدارس. زين. دي يلقون كلام مو صحيح انه جرح، يعني اكو جرح ابن المعوق او ابن المدري شنو، فهاي يصير حاله نفسيه وين عندهم. يعني هاي كان على المجتمع، على وزارة التربية الثقف، الثقف أو تسوي فت كراس. نعم. تعليمي. لطيف. نعم. لطيف. قضية مهمة. أي كراس. نعم. تعليمي. زين. للأولاد. نعم. بالمدارس كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة أو من المضحين اللي موجودين، خصوصا اللي ضحوا من. نعم. أجل يعني أنت لا تنسى أنه هاي التضحيات. نعم. مقابلها أريد الكلمة الطيبة، أريد اليوم المجتمع مالنا ما ينظر لي بنظرة يستخطيني أو يعطف علي، لا لا، نظرة شرف وعز وكرامة. أريد نشوفهم يباعون علينا، يعني حقيقة من كثر أنه ماكو حقوق أو ماكو
اي امور بجانبنا انه يقول لك انت المن صوبت او انت المن انجرحت. زين كيف انت كيف تمكن يمكن لك اعاده الثقه في النفس؟ اي نعم. شلون؟ اي نعم. طبعا بالمناسبه الشيء العلمي انه يمر المريض بخمس مراحل. بلي. هاي مر بها المريض بعد الاصابه وهي مرحله الانكار، المرحله الاولى. الانكار؟ الانكار. بلي. شنو المقصود؟ يعني الانكار يعني يرفض هو بهاي الحاله، يعني يرفض الوضوء يعني مو مشلول. نعم. او يندب حظه ليش صار بي هذا الشيء. زين، هذا الانكار. الانكار، الحاله الثانيه هي الرفض. الانكار هذا الاولى الانكار، الثانيه هي الغضب. غضب. تلقى مريضنا على مدار الساعه غضبان. بلي. المرحله الثالثه هي المساومه. نعم. المرحله الرابعه الكآبه. المرحله الاخيره هي القبول. يعني هو مجبر ان يقبل. اي فالمساومه يقول خلاص انا انشليت بس الخاطر اطفالي خلنا اتحمل اقبل اتعالج الخاطر المشروع الفلاني خلنا اقبل زي. الخاطر استمراريتي اها ورسالتي في المجتمع في الحياة. نعم بلي. فالمساومه تجي وراها الكآبه هاي مقدمات لقبول الحاله. انا عندي دراجه ستوته انضربت فيها ضربني بسياره. نعم. العشاية صارت وياه حكومة وياه يقولون يعني ما لك حق عشاية العام تصعد لأن هي مو سيارة. زين. ما أعطونا أي حق يعني. زين. لا من عشاية ولا من حكومة. زين. العشاية يقولون إحنا ويا الحكومة متفقين من النائب إحنا بالناصية. زين. يقولون إحنا اتفقنا هيك. فهسه دزوا علي يريدون أتنازل عنه. زين. أتنازل عنه راح أسوي تنازل. بس هو يعني مثل بالضربة ذبونا حتى سجن قبل العملية. ومحامي طلعت نفسه وسويت عملية. وما اجاني اللي سواه حدث ولا وصلني يعني لا هنا ولا بالمستشفى بالناصريه ولا وصلني للبيت اصلا. زين. انت تدري شرعا ان كان هو المقصر. نعم. ان كان هو المقصر شنو التكليف الشرعي؟ شنو التكليف الشرعي؟ يجوز اخذ الديه منه اذا ادى الى كسر او جرح. تمام. ديه شرعيه واجب ان تاخذها. نوبات مقدار الديه بهيك اصابات يكون اقل من تكاليف العلاج. يعني علاجك ايش كثر؟ يكون أكثر من مقدار الدية. بهاي الحالة الأحوط وجوباً أنه يصالحون إذا أزيد من الدية الشرعية. يعني أنت ما يصير تأخذ أكثر من الدية، ما يصير. أكو دية محددة في الفقه الإسلامي لكل قضية لها رقم معين. واضح؟ واضح. دية إذا هيج إصابات حبل شوكي في بعض الأحيان تكون مقدار الدية أقل من شنو؟ من تكاليف العلاج. بهيك حاله ان يصالحون. تدري الصلح سيد الاحكام. بحالتك تقول انه ما شكوني لا العشائر ولا الحكومه. شرعا اذا كان هو المقصر. انه يجوز انه تاخذ من عند الديه، بل مو بس الديه، فارق السعر اللي اتلفه بالستوته مالتك. يعني الستوته قبل الحادث ايش كثر كانت قيمتها؟ الحادث مثلا فلشها صار لها قيمه مثلا مقدار معين. هذا الفرق بين القيمتين شرعا انت تستحقه اذا كان هو المقصر. هاي من اللي يحددها هو المقصر؟ نعم. مره يحددها مخطط مروري. نعم. زين احنا باعتبارنا اليوم نريد نحتكم ونحدد من المقصر. انت لو هو وحده من عدهن مخطط مروري، وحده من عدهن حكماء انه يقولون انت المقصر لو هو. هسه اذا يقولون القانون العراقي ما ينطلب الستوته بعد شرعا انه عليه انه لجنه من الخبراء والحكماء ان كان هو المقصر عليه ان يرضيك. تمام سيد. هو اذا المقصر. مو هو المقصر. تمام. لا انت ما تستحق شيء. سيد هو المقصر والمخطط قال هو المقصر. هاي من اللي يقول المخطط أي يقول. بس اذا قال المخطط يقولون ما لها حق، الستوته ما لها حق، يعني الضابط بالسجن لما سجنوني قلت لك طب عليه الضابط قال انا هسه اقدر اصعد السياره وشك واحد دراجه ستوته ادعمه واطلع قبر. يعني انا ضابط وكيفي ما لي ستوته اصعد عشان العام. قال انا هسه اصعد السياره وتلاقيني انت هم ادعمك واطلع قبر. لا هذا قو معناه اجلكم الله معناه يصير استهتار. ايه استهتار. انتم تدرون مثلا يوم ثقافه المجتمع اكو زحام على قضيه على كذا. ينبغي على المجتمع انه يقدر المعاق او المصاب او خصوصا جرح الحرب والحوادث الإرهابية يقدم عليه في المجتمع. أنا حدثني أحد الجرحى يقول أنه رايح أسجل ابني في مدرسة، مدير المدرسة ما يقبل أي طالب،
نعم الرجل جزاه الله خير الجزاء لأنه عرفني جريح حرب قدم لي نعم ورقة قبول. فبالتالي عندنا اليوم ثقافة من المجتمع وربما هي الأكثرية إن شاء الله نعم. قاعد يقدرون جرحى نعم. والمصابين أغلبية سيدنا أغلبية المدراء أو يعني المسؤولين من تروح أكو حتى نخب المجتمع نعم. حتى نخب المجتمع يوم اللي نشوفه بالضبط. نجله ونحترمه إحنا وجودنا اليوم نعم. لولا تضحية هذا الجريح نعم إحنا من نطلع بالشارع أو يعني يشوفون الناس حقيقة نعم. ترفع من معنوياتنا كمقاتلين شكرا لله شكرا لله يعني حقيقة وربما هاي اللي ذكرتوها هي قلة قلة إن شاء الله من خلال تثقيف المجتمع اللي ذكرتوه عن تثقيف وزارة التربية تثقف الطلاب أنه لذوي الاحتياجات الخاصة يكون لهم تكريم خاص بالضبط ولا جرح نعم احنا حتى سوينا فعاليات بالمدارس برفعة العلم بلي. وأيضا قلدنا بهدايا إلى أولاد الشهداء والجرحى في سبيل أنخلي المجتمع ينظر نظرة احترام وتقدير لهذه التضحيات اللي موجودة حقيقة احنا التمسنا هواي يعني مجتمعنا يعني حقيقة ويانا ساعي ويانا ولكن احنا نريد الحكومة تدعم أكثر زين يعني انه ما تخليني محتاج زين من ناحية ايش؟ من ناحية مثلا قطعة الأرض من ناحية الحقوق المنصوص عليها بالدستور والشرع يقولها كيف ترى يعني ستشون نشوف البعض من أهالي الجرحى يعاتب الجريح يعاتبه باعتبار هاي التجريح من قبل الطبقة الغير مثقفة بالمجتمع هنا نحن هنا حقيقة معاناة احنا معاناة كلش قوية وأيضا بعض النساء تركت أزواج النشاء لا حول ولا قوة إلا بالله وظلت وعافت عليهم أولادهم زين من بعض التنمر من بعض مجتمع يعني زي. الناس اللي موجودة اللي هي أصلاً طبعاً هو ما مقبول لا ما مقبول من قبل المجتمع وما مقبول من قبل هاي اللي تركته نعم إحنا طبعاً أكيد لأنه أنا اليوم أنت هذا من شان صاحي وواقف ويروح ويجي هو وياك تمام ما مخليك بنقص ما مخليك بحاجة أيضاً من الجرح ضحى من أجل البلد هو أيضاً إحنا شوف هي التضحيات النوبة بلد عندك وطن وعندك وطن الثاني هو عائلتك بلي بلي أضافة لأنه هو طالع لكسب المعيشة بالضبط بلي فأنت من كان يجيب لك المعيشة وكان مدللك وما مخليك بنقص وأيضا من انجرح من انجرح أيضا الراتب ماله بعده موجود زين ولكنه أنت ليش تأخذين الجانب السلبي من المجتمع وتركزين عليه وبعدين بالتالي تخرب عائلتك والجانب الإيجابي كل النخب والمثقفين من بالمجتمع يجلون ويحترمون هذا الرجل احنا حقيقه نعم. اول شيء من علماء الدين من المرجعيه اصلا زين. اللي قالت اطلقت علينا انتم الشهداء الاحياء زين زين وكل احنا اليوم نشوف مثلا من نمشي بالشارع رجال الدين حقيقه من الساده والشيوخ والعلماء كل نخب المجتمع تأدينا التحيه نعم على التضحيه اللي قمناها ايضا قلت لك بعض ناسنا من يشوفونا بالشارع او هذا تعرف يجي اخوي وين تريد اوصلك؟ لطيف زين شكرا لله خطأ. شكرا لله فاكو مثلا شافك مثلا واقف ببكان راح جاب لك كرسي وخلى لك استريح شكرا لله فاحنا شعبنا شعب واعي شعب حقيقه مثقف اهل غيره كل المميزات الحلوه الطيبه بيهم احنا ما لنا علاقه ببعض الشوائب اللي انت تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون بالي نعم زين فقلت لك الحمد لله والشكر يعني شكرا لله انت برايكم اليوم كمعالج ومؤهل طبي نعم كيف يتعامل التعامل الصحيح لذويهم نعم عائلة المريض مهم جدا مهم بل يشكل الركن الأساسي بعملية التأهيل زين فاحنا والعلاج والشفاء
اي نعم زين. نعم عائله المرض جدا مهمه. اذا ضروري انه يعرف التعامل الصحيح نعم مع المصاب خصوصا باصابه الحبل الشوكي. لازم يتفهم عائله المرض حقيقه زين. انه هذا المريض ما فقد قدراته العقليه، هذا قدراته العقليه سليمه بل. هو فقد اطرافه السفلى زين. والكرسي المتحرك هو البديل عما فقده المريض من حريه التنقل زين. فاذا طالما اكو قدرات عقليه اذا هو قادر انه يشغل عقله نعم ويرجع للحياه بصوره طبيعيه يرجع للحياه طبعا نافع مجهود بريء نعم. فانا اللي يهمني العائله دورها جدا مهم زين. مو بس هاي قوانين الدوله مهمه نعم قوانين الدوله جدا مهمه في تخفيف المضاعفات المصاحبه بري. نعم فاتذكر احنا انا من 84 موجود هنا بري. اللي عملنا مع الفريق الدنماركي واللي باشراف اساتذتنا الكبار يعني من عمالقه الطب الاسماء ما يسمح الوقت اتذكرها قصدي كانت الدوله تعطيهم بيوت محوره تعطيهم سياره محوره تعطيهم رواتب يعني تخيل هيك امتيازات لهيك اصابات راح يغير من واقعهم في الحياه بلي. بل تغلب المعوقون على الاصحاء في امور كثيره لطيف يعني خريجي من باب الدعم النفسي احسنتم بلي. يعني احنا عندنا ابطال الرياضات هم خريجين مستشفى ابن القف بعد ما اخذتهم اللجنه البارالمبيه وعمقوا هواياتهم في مجال الرياضات المختلفه فقصدي كل ما يكون قوانين واضحه للدوله كل ما تكون عائله متفهمه كل ما يكون الكادر العمل عليه كمعالجين خبراء ماشي نحصل افضل النتائج لمضى اصابات الحبل الشوكي. كيف وجدتم دعم المرجعيه العليا المتمثله بسماحه السيد السيستاني الله يحفظه للجرحى والمصابين؟ والله قلت لك يعني احنا حقيقه حتى من قابلنا سيد المرجع الله يحفظه الله يحفظه وهاي الصورة التاريخية اي اكو كلمة قالها رغم كبر السن ماله ورغم الله قاعد قال اني ساقف اجلالا واكبارا والتقط لله. معكم صورة ايها الابطال شكرا لله شكرا. فالحمد لله هذا بس دعم كبير بلي. صار عندنا مو بس دعم كبير انه حتى الله فتح لنا افاق شكرا بالحياة شكرا من المسؤولين من الكل انه من نروح لهم على قضية مباشرة المرجع الاعلى بعد الله يحفظه فكان دعمهم حقيقة لا محدود ودائما كانوا يوصون نعم زين بحقوقنا عالميا كيف يتم التعامل مع الجرحى والمصابين؟ نعم احنا دول العالم احنا نشوفهم نعم. نشوف الفيس والهذا انهم من ينجرح او مثلا يعاق الى فد معاملة خاصة جدا الى منزل زين هاي من قبل الجانب الحكومي الجانب الحكومي نعم بالي إلى منزل يعني يتوفر له منزل يتوفر له منزل هذا المنزل بكل متطلبات العوائق ماله زين هاي في أوروبا مثلاً لو في أوروبا وحتى دول الخليج اللي بلد. موجودة أو الدول العربية اللي موجودة زائداً الراتب ماله يكون ضعف إحنا هسه الراتب موجود إحنا الراتب موجود بلد. أي هم حتى إن كان عندهم راتب يسوي له ضعف يضعف لأن احتياجه يكون أكثر يكون أكثر وينطوا سيارة ينطوا سيارة نعم. محوق يعني شلون نقول كمان محوقين ينطوا كل المستلزمات إلى في نعم. كل المستشفيات مجانا عندك في كل المرافق الحياة اللي موجودة والدوائر أيضا يتعاملون وياهم بالطرق يعني مثلا من يريد يجي يلقى مثلا هاي الدائرة المعينة هاي الدائرة بها سلم هم مسوي له مصعد خاص خاص هذا فقط موقف بارك معين خاص بارك أيضا نعم. زائدا عندك مثلا حتى السيارة اللي مثلا شو تصعد بها هم موفرين لك بها هذا المصعد اليوم كيف تقيم اهتمام المجتمع العراقي بالجرحى والمصابين والله احنا مجتمع كمجتمع احنا قلبا وقالبا معانا زين قلبا وقالبا جل المجتمع اليوم نعم. مثقف ويقدر الذين بالضبط. ضحوا من اجل البلد بالضبط يعني زين. انت مو اكثر من ما انه يجيك لش يعني انت يشوفك تمشي يجي بوسك شكرا يجي لله. قبلك شكرا بوسك لله. يجي يوقف وياك شكرا اخويا ليش تريد اساعدك هذا اللي حب يقدم لكم كرسي الان بالطريق نعم نعم هذا اخو يعني انا واقف داخل تاكسي نعم ها اي فشافني من المحل راح طلع
كرسي، قال لي اقعد انا اخذ لك التاكسي انا اوديك. شكرا لله. لا احنا ناسنا واهلنا قلت لك، يعني مجتمعنا الحمد لله وشكرا مقدر تضحياتنا، ولكن احنا نريد الدعم اكثر اكثر ان شاء الله من حكوماتنا. زين زين. برايكم دور منظمات المجتمع المدني في رعايه الجرحى؟ نعم. طبعا حقيقه طبعا عندنا مثلا الاستاذ موفق الخفاجي تجمع المعوقين في العراق. بلد. هذا الرجل ده يسعى انه يحصل دعم، يحصل دعم لهاي الشركه من منظمات المجتمع. ايضا حتى دعم دولي. بلد. وايضا يحاول يعدل قانون 38. بلد. في سبيل يرتقي بالمعاق العراقي الى درجات عاليه. نبحث عن جانب عملي. نعم. برأيكم ما هي الآثار العملية لعدم الاهتمام بالجرحى من قبل المجتمع؟ يعني حتى تكون رسالة للمجتمع. نعم. يوم اللي احنا ما نهتم بجرحانا. نعم. بالجرحى والمصابين شنو راح يصير من آثار عملية؟ حقيقة احنا راح تكون حالتنا النفسية، احنا يعني من نطلع ونشوف العالم هالشكل حالتنا النفسية تتحسن. اليوم انا لما اشوف المجتمع غالق البيبان أمامي، لا بكلمة لا بموقف لا بعمل، أكيد راح أنحبط، يصير عندي إحباط، ما راح أخرج من البيت، راح أسبب فد إشكالات للعائلة. بالتالي إذا صدرت هاي للمجتمع اللي هو الآن في ساحات القتال وفي ساحات الجهاد، هاي رسالة راح توصل له سلبية. أكيد أكيد. ما راح يكون عنده هذا الاستعداد يقول هذا اللي سبقني بهالشكل صار هالشكل. إحنا هاي حقيقة سويناها عندنا انه احنا كجرحى من صارت الحرب داعش. بل. رحنا احنا كجرحى رحنا تبرعنا بالدم الاخواننا المقاتلين. بل. تبعث رسالة ايجابية عليهم. اول شيء الرسائل اللي نبعثها انه الجندي العراقي مهما يكون بهذه الحالة هو ما زال يقدم، ما زال يقدم. ثاني شيء نوصل رسالة لإخواننا أن حالتنا إيجابية، إحنا سانديكم بالرغم من اللي وشي يصير عليكم مستمر إن شاء الله موجود. كيف تقيم اهتمام اهتمام ورعاية المجتمع للمصابين؟ نعم تدرون نعم. هاي ضرورية وانتم قاعد تعبرون عن الحالة النفسية مهمة في نعم. التأهيل الطبي. نعم إحنا بالحقيقة ضمن أهداف مستشفى ابن القف هو الاهتمام بالعناية بالحالة النفسية. زين. وجعله من خلال يكونوا متنظمين بمجموعات. زين. القاعة الثانية. بدي. تأشر هذا الشيء إنه إحنا مقسمين المصابين. نعم. إلى مجموعات 5-6 ومن ضمنهم ليدر واحد هو المسؤول عن العدل. نعم. الغاية من هاي هو تقبل المصاب للحالة لمعيته تمهيدا لزجه في المجتمع. زين هسه المجتمع إحنا شلون تقيمه إنه رعايته للمصابين؟ والله هي دعوة من خلال هذا البرنامج المبارك. زين. أنا بارك يتفهم فيكم. الشعب يتفهم المجتمع تضحيات هاي الأبطال. زين. خصوصا جرحى. خصوصا الجرحى. القوات الأمنية، الحشد المقدس. بلي. دول قدموا الغالي والنفيس. بلي. من أجل العراق. بلي. لذلك لازم المجتمع يحتضنهم لأنهم قدموا الغالي والنفيس، فلازم ندعمهم في كل شيء. نعم. بس السؤال. نعم. على مود الصلاة. يعني أنا دراسة مو سيطرة تامة. خروج مو سيطرة تامة، فمن يعني تعاجز مرات ما أقدر أتنقل من مكان لمكان، فيصير يعني الصلاة اللي يقول يصير، بس اللي يقول ما يصير. تتعاجز من شنو تتعاجز؟ يعني الصلاة الوقت، يعني لا أنزل وأرجع أنزل وأرجع، يعني هيك. زين. يعني إلا الطهور تام، يعني إلا كل ما أصبح. أول قضية أنه الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، في كل الأحوال ما تسقط الصلاة. تمام. واحد يكون يصلي هو واقف، بس مو قادر واقف يصلي من جلوس، بس مو قادر من جلوس يصلي وهو نائم. طبعا والأحوط وجوبا أن مو الأحوط وجوبا أنه إذا تمكن من الجانب الأيمن، يعني هذا اللي يصلي مضطجع. أول قضية مضطجع، إذا مو قادر هو يصلي حتى من جلوس مو قادر يصلي مضطجع إلى جانبه الأيمن. تمام. واضح. ووجهه المن وجهه الى القبله، كون يصلي ووجهه الى القبله مضطجع على جانبه الايمن. الركوع والسجود اذا هم مو قادر يوم بالراس، يعني يوم براسه، هذا شنو؟ هذا مثلا ركوع يوم اكثر، يعني ينخفض اكثر
بعنوان شنو؟ للسجدتين. السجدة الأولى هذا أكثر من الأول، الأول قلنا ركوع، والثاني شنو؟ السجدة الأولى، والثالث يكون السجدة الثانية، هذا أنه تكون الركوع والسجود بالإيماء بالرأس. السهم إذا مو قادر بالرأس عند أصابه هنا هم يومئ بعينه، يعني هالشكل، هذا شنو معنى ركوع؟ مرة ثانية معناه سجدة ثانية، ويقرأ ذكر. الصلاة في كل الأحوال لا تسقط في حال أي حال من الأحوال سيد، إلا أن يكون فاقد العقل، بعد هذه القضية تختلف. بس أنا مو الموضوع فاقد الطهور بلي. بلي فاقد الطهور إذا أمكن التطهير في وقت، يعني أكو وقت أنه يقدر يضبط نفسه ويصلي، بعد يطهر ويصلي. إذا مو قادر فهو يصيح له دائم الحدث، أجلكم الله، دائم الحدث، بعد يصلي أنه يتوضأ ويصلي لكل صلاة، ويتحفظ من سريان النجاسة، أجلك الله، يتحفظ أنه لا يتطفر على الملابس ويصلي وهو هو ناس عادي سيد. نعم. مرات تنزل قطار ما دار كلش غليلة. نعم. فيعني من أريد أصلي هم أبدل الملابس كلياتها وهيك شيء. إذا دائم الحدث، إذا دائم تحفظ على عدم سريان النجاسة. فهمت شنو يعني تتحفظ؟ يعني شنو؟ يعني قطرات، حتى من قطرات تتحفظ، ما قصدك؟ تتحفظ أن تمنعها أن توصل للملابس. عن طريق، واضح شنو المعنى إن شاء الله؟ عن طريق معين. إذا مسرت إلى الملابس وهو دائم الحدث، فالبول أجلك الله اللي ما منضبط، يعني ما يقدر يضبط البول، ودائم البول، البول يكون مناقض لوضوءه. ليش؟ ليش مناقض؟ ليش؟ لأنه دائم الحدث، دائم يا حدث، حدث البول. طبعا. احنا مو عندنا نواقض للوضوء، يعني يبطل الوضوء في ستة أمور، واحدة من الأمور الستة يا هو البول. اللي عنده استمرارية جلك الله بالبول وعدم ضبط البول، يعتبر البول مناقض للوضوء. ليش؟ لأنه دائم حدث. الكل مسؤول، لكن كل بحسبه. الكل مسؤول عن رعاية الجرحى والمصابين. كيف توزع المسؤولية؟ والله شوف، احنا اول شيء هي وزارات عندنا زين زين، ومؤسسات زين، وهذه كلها هي حكومية. مثلا كوزارة الدفاع احنا جرحى، حقيقة احنا من خلال قناتكم ايضا نوجه الشكر لرئيس أركان الجيش عبد الأمير الفريق أول الركن عبد الأمير يعر الله، الرجل اللي اعتنى حالي بالفترة الأخيرة أنه من صار رئيس أركان. نعم. مقابلة الجرحى، إنهاء أمورهم، أي معضلة اللي تصير عندهم، حتى دز بعض عدة طبعا مديريات أخذهم خلاهم بالنسبة لقطاع الأراضي أو لأي شيء الاحتياجات يدزهم للمحافظين، المحافظين يستقبلوه ويسلمون قطعة الأرض. عندك مثلا مؤسسة الشهداء معتنية أيضا واعتناء كلش قوي بضحايا الإرهاب. عندك الداخلية أيضا، حتى وهم متقاعدين يروحون يدزولهم، مثلا صارت مناسبة عيد يروح يدز له مليون أو مليونين. أيضا عندهم صندوق الضمان الصحي، أنه هو وعائلته يتعالجون على نفقة وزارة الداخلية، وهذا من الشيء المفرح طبعا، لأنه أنت بعد إخراجك من الجيش أكو مؤسستك باقية تدعمك وباقي وياك، يعني بأي أمور اللي تخصك. فإحنا فقط أريد، قلت لك إحنا تعرف اليوم كمجتمع وكحكومة وكدولة أريد كل الجهود تتضافر في سبيل أنه هاي تضحيات، هاي الأمور، الناس اللي إحنا اليوم ضحينا في سبيل أنه نشوف أبنائنا، نسائنا، خواتنا كلهن فرحين من تشوفه بالشارع يضحك، ومن انت مصاب تقول الحمد لله والشكر، ما راحت اصابتي سودة. ليش؟ لانه وفرت لهم الامان. نعم. اليوم دا نشوفهم شلون يطلعون يروحون ويجون مرتاحين وامن وامان. انتوا تدرون للطاعه لذه، وهي هاي لذه طاعه الله سبحانه وتعالى.
كيف وجدتم لذة الطاعة في الجرح في سبيل الله؟ الله، طبعا هذا شيء لا يوصف، شيء يعني خيالي. زين، اليوم انت رغم ما فيه من آلام ومعاناة قد تطول، الآلام هذه فهي فداء وفي سبيل الله. احنا الطريقة الأولى شكرا لله، دائما نقول شكرا لله الذي انجرحنا سقطوا شهداء عندنا وأيضا أعضاء من أجسادنا في سبيل الله، هاي أول شيء. وإحنا ما ندمانين، بالعكس، بس إحنا فرحانين لأنه علمائنا، شيوخنا، المنابر كلها تتحدث كيف المجازات عند رب العالمين حقيقة. فتشوف يعني جرحانة بالصلاة، في الصوم، بالأمور الدنيا أغلبيتهم، حتى نروح مشي. شكرا لله. زين، شكرا. وايضا يفتح لنا افاق، اخذ من يعني راحت من عندي طرف، راح من عندي شيء، ولكن الله عوضنا باشياء كبيره. الحمد لله والشكر على كل حال وعلى كل وضع. زين، اليوم احنا طبعا الاصابه ما تاثر على اداء الاحكام الشرعيه. نعم. كيف يمكن تطبيق الاحكام الشرعيه رغم الاصابه؟ احنا ما عندنا مشكله بيها. ما عندنا مشكله. ما عندنا كل مشكله بيها. صلاتنا نقدر حتى من قيام؟ صلات اني يعني هسه انت من تجي علي اني اليوم التكبيره الاحرام من وقوف. زين، والباقي تقعد؟ والباقي مثلا بعد تكبيره الاحرام ان قدرت اوقف اكمل. زين. كركعه اولى وبعدين الثانيه اقعد. زين، والصيام مالتنا الصيام مستمر. شعائرنا الحسينية، انتم قلتوا احنا راح نروح مشي للحسين عليه السلام. نعم، نعم، نعم. يعني ما اثرت الاصابه نهائيا؟ احنا بالنسبه ان الاصابه ما مأثر علينا قيد شعره، بالعكس، بس احنا نتفاخر بيها، نتفاخر بيها ونزيد من طاعتنا لله سبحانه وتعالى. شكرا لله. في شكرا. سبيل وقربنا لله، باعتبار انت قريب اقرب منا لعله لله سبحانه وتعالى. اليوم انت جتك حاله جديده. نعم. كيف تهتم بحاله انسانيه؟ نعم، طبعا هنا احنا عندنا نظام التعامل. نعم. مع المرضى في مستشفى ابن القيف يجري وفق معايير علميه. زين، فبعد ما نتأكد من الفحوصات الطبية أن إصابته بالحبل الشوكي. نعم، إذا مريضنا تأكدت إصابته بالحبل الشوكي على ضوء معطيات، يعني فقدان الإحساس، فقدان الحركة أسفل مستوى الإصابة، فقدان عمل المثانة، فقدان عمل الأمعاء. نعم. نعم، هاي علامات أعمال لا إرادية يسموها. أي نعم. نعم. فهذا يعني مريض حبل شوكي تظهر فحوصات الرنين والأشعة وجود الكسور في العمود الفقري. والفحوصات العصبية اللي اجريناها تأكدت إصابة حبل شوكي. فهذا المريض حصرا مستشفى ابن القف لإصابات الحبل الشوكي هو المستشفى المسؤول عنه. طبعا لا يفوتني انه احيانا بعض المرضى يحتاج يدخلون في مدينة الطب لجهاز التهوية الإجباري المتقطع الفنتليتر، لان دول يتصابون بالثقرات العنقية ويحتاجون بالساعات والايام الاولى الى جهاز التهوية الإجباري. احنا ما عندنا هذا الجهاز، بس انا استقبله لما يستقر وضعه الطبي ثم يدخل في مستشفى ابن القيف. بعد خلاص يجرى التقييم العصبي، ثم توضع خطط العلاج لكل حاله. زين، مو كل الحالات نفسها كمستوى اصابه، فكل مستوى اصابه الى خطه علاج معينه. اللي اريد اقوله احنا رسالتنا الهدف الوصول بالمريض الى اعلى مستوى من الاعتماد على النفس قدر الامكان وحسب مستوى الاصابه، وجعل عضو نافح في المجتمع يمارس حياته اليوميه باستقلاليه. زي. وحسب قدراته العمليه والعلميه، يعني مهندس، طبيب، اي شيء لازم يرجع. تدرون شرعا الاضرار بالاخرين حتما حرام. أكيد. حرام اني اضر بالاخرين. بالتالي اختيار كلمات لذوي الاحتياجات الخاصه، كلمات جارحه، هاي من الامور الضاره، بالتالي يحرم. صح. كيف ترى آثار ذلك؟ هذه صارت بي حالة. نعم. رحت المصرف من المصارف. زين. فكان موجود شخص. قلت له يعني أنا ما أقدر. فما أقدر أوقف هذا سرع. زين. زين. أي. بالتالي إلك حقك مشروع. قال لي. بلي. شوف الجواب ماله. قال هو أنا جارحك؟ لا لا. لا. وأنا شو أسوي لك؟ حقيقة يعني كلمة. كلش أقسى من الجرح قد تكون. بالضبط، يعني أنت اليوم زين، أنت يعني أنت من تشوف يعني من أجلك ومن أجل الوطن هذا، الوطن هذا، البلد، مقدساتنا، أمورنا كلها، وما درنا بال ولا ندير بال.
زين. فبالتالي قلت له مع الاسف واني اشكرك زين الله موجود ان شاء الله. فاكو عندنا بعض الشوائب من هاي الحالات اللي تطلع، ايضا بعض اكو الدوائر مثلا من تجي احنا يعني سره تجي تلقى من توقف ما يعطوك مجال تحكي، هم يدفعوك وهم يصيرون بالشبوه. لا 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 أيوة. زين. فقلت لك يعني احنا نطالب من مجتمعنا العام انه تكون عنده ثقافه المساعده للناس عن طريق انه من يجي الشخص. احنا وحده تدرون من اهدافنا بهاي الحلقه هي انه توعيه المجتمع على الاهتمام بالجريح يوم اللي يكون في زحام، يوم اللي يكون في طريق عام، في مكان او التاكسي الى اخره، حتى في وسائل النقل. سؤالنا الاخر، كيف يمكن اعاده الثقه للجريح اللي انهزت بهذه الكلمات والالفاظ الجارحه؟ انت اليوم قوه ان شاء الله، وانت قاعد قاتل في المجتمع وتبين للمجتمع، قلتوا طلعنا الى رفعت علم كذا في مدارس، قاعد نوضح لهم. البعض قد ينهز من هذه الالفاظ ويكون جليس الدار، شلون احنا نرجع له الثقه؟ نعم، انا هسه حقيقه عندنا من هاي الحالات صارت هواي. زين. نروح لهم للبيت، ناخذه نطلعه، نودي للزيارات، نودي للسفرات، نودي للشسمه، نودي المكانات، انه اكو فد تقدير واحترام وهيبه للجريح الموجود. من يشوف هذا تتغير نفسيته. لطيف. زين. يعني نطلعه من هذا العالم الاخر اللي هذا اللي حكى له حكايه خلى حالته النفسيه ويقعد بالبيت. نعم. زين، لا احنا طلعناه وديناه للايجابي، بحيث سمع انت البطل، لولاكم احنا ما موجودين. يشوف شنو اللي تحتاجونه، يشوف هذا الجانب الايجابي المضيء، شافه هالشكل ارتفعت معنوياته، ارتاح، اذا حس بباله قدرت تطلعه. بالضبط. ايضا بعضهم مثلا نروح عليه مثلا نقول له حبيبي انت شنو اللي تحب من الرياضه؟ شنو هوايتك؟ سباحه، نوديه لنادي الجيش. شكرا لله. يلتخط يعني من يختلط بالعالم هاي اللي موجوده ويشوفهم ويشوف الاحترام، وتوديه الى دول يجيب نتائج. هذا بعد حال دعسيه. الفنان ايضا تعال شنو تحب ترسم، شنو اللي هذا نجيبه نوديه، حتى نوديهم الى دوائر انه هي مال رسم يشوفونه عنده فد شيء انجاز هذا. اي والحمد لله والشكر انه نقدر انه احنا طبعا هسه اي جريح هسه احنا مو جرحى، خلي يقولون يلا هسه اذا صار شيء لا سامح الله تلقانا اول الناس. شكرا لله. مسألة الدنيا دار، الدنيا دار تكليف وامتحان واختبار. تكليف المقصود به هي أن تعطى حرية كاملة للناس جميعا، جميع الناس عندهم حرية كاملة في أفعالهم، بالتالي لهم كامل الحرية لإظهار أما أفعالهم الحسنة إن شاء الله تعالى أو لا قدر الله الأفعال القبيحة. بالتالي لله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يوم اللي تبين كل من أفعاله، يمكن له محاسبة الظالم حينما يصدر منه أفعال قبيحة. فلو أراد الله عدم أو حيادية التكليف للبعض لما أمكنه محاسبة الظالم بظلمه. فلذا نجد الجريح، نجد المصاب، نجد المتألم، نجد المريض، نجد المسجى، كل ذلك ما بين تكليف وامتحان واختبار من قبله تعالى. في مضمون رواية عن النبي صلى الله عليه وآله لرجل بصير جاء إليه، إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، أراد منه إعادة البصر إليه، يطلب من النبي صلى الله عليه وآله. النبي قال له يعني إمكانية أعيد إليك البصر ممكن، دعاء النبي حتما مستجاب، لكن خيره بين إعادة البصر أو بين له آثار فقد البصر، وهو حتما الجنة الله سبحانه وتعالى حينما يأخذ
من إنسان حتما يثيبه على ذلك الأخذ منه. فبالتالي حينما بين له النبي صلى الله عليه وآله آثار الجنة إليه لم يشأ أو لم يرغب بإعادة البصر إليه. فالحديث عن ما يسلب منه الإنسان حتما الله سبحانه وتعالى يثيبه، فالمصاب له وسام عالي ودرجات عليا حينما يحتسب ويصبر على المكروه ولا يصيبه الجزع في ذلك. انتوا تدرون اليوم كل اختصاص، كل مهنة في المجتمع، كل إنسان في المجتمع عنده رسالة. كيف تعرف رسالة الجريح في سبيل الله؟ رسالتك شنو؟ حقيقة احنا ندعو من رب العالمين انه يرحمنا. زين، يرحمنا برحمته الواسعة، الرحمة للجرحى بلي. زين، وبالنسبة للجرحى ناس حقيقة انطوا ما انطوا لهذا البلد بلي. واحنا يعني حقيقة حتى دعائنا الحمد لله وشكر مستجاب من رب العالمين، لانه ضحينا، لانه انطينا. تعرف سيدنا يعني شريد اوصل لك او شريد يعني شو اوصل رساله لهاي الابطال اللي تشوفها الاعمى، تشوف الشلل، المبتور اطراف اثنين ايده، اللي اليوم الحبل الشوكي، الاصابه خاصه الشلل، جرح الحبل الشوكي. يعني حقيقه هاي تشوف المستشفيات شلون داريهم، ولكنه احنا انا دكتور اكو قال لي اذا يبقى 3 اشهر ما سافر فعمليته ما تصير، فخلال لازم 3 اشهر هو يسافر حتى يقدر يحقق. واحنا نتامل من رب العالمين انه ندعي انه يشفي هاي المرضى، اللهم هاي الناس زين، يعني يحفظ امه محمد صلى الله عليه واله صلى الله عليه واله وسلم. لانه تعرف اليوم يعني شو تريد تقول وشو تريد تحكي وشو تريد تعبر، فهو جزء خليل. بسيط وقليل، نقطة في بحر. زين، لو عدنا هل نعود إلى نفس المكان اللي كنا فيه أيام الإصابة؟ نعم بلا تردد. بالتأكيد. نعم. إحنا هسه أنت تشوفني أنا لابس عسكري. نعم. مو تشوفني لابس عسكري. نعم. وأني أطلع للمحافظة. شكرا. اطلع الحمد لله والشكر، اطلع للموصل، الكركوك، لديالة، اطلع للبصره، اروح لغاد، احفز المقاتلين. لو عدنا الى الحياه اصحاب الحسين لقتلنا ونحيا لنقتل وهكذا. والله لو 1000 مره، لو 2000 مره، لو مليار مره. شكرا والحمد لله والشكر. احنا الحمد لله والشكر عندنا معنويات عاليه جدا. طبعا انت تدرون المسؤوليه تضامنيه على الجميع، لكن كلهم بحسبه. أكيد. فتختلف من جناكم إلى المدير المستشفى إلى نعم. المستشفى إلى الأطباء إلى الكوادر نعم. إلى حتى المجتمع. نعم. نعم. طبعاً مناسبة مستشفى ابن القف هو عبارة عن منظومة طبية متكاملة. بالي. يعني تبدأ من الطبيب المختص بالتأهيل الطبي، الممرض، المعالج الطبيعي، المعالج الحرفي، الباحث النفسي، الطبيب النفساني، وأخصائي التغذية. لا طيب. هذا التيم يعمل لهدف واحد. شكرا. هو الوصول بالمريض الى اقصى مرحله من الاعتماد على النفس قدر الامكان وحسب مستوى الاصابه. شكرا. وبعدين يطلع مريضنا حقيقه، احنا نزلنا للشارع صورناهم، هذا الحلاق، هذا النجار، يعني معناه مع وقفوا خلف هذا المريض ناس خبراء اللي هم جنود المجهولين اللي هم المعالجين الطبيعيين والكادر، هاي المنظومه اللي حكيتها وطلعت للمجتمع هكذا شخص يمارس فعالياته في الحياة. شكرا لله. شكرا لله. طبعا بالمناسبة احنا مريضنا يبقى من طبعا حسب الضرر العصبي، فاحيانا من 3 أشهر 4 أشهر 6 أشهر العلاقات تربطكم بها بيهم طيبة، تتعمق العلاقات بل. بدليل المريض من يطلع يوصل إلى مرحلة البكاء ويسأل علي بالي لطيف. اي طبعا، يعني احنا لحد الآن نحتفظ بعلاقات مع جرحى ثمانينات القرن الماضي بالي. حرب إيران. نعم. لحد الآن عندنا أصدقاء يمارسون حياتهم. شكرا لله. إيه نعم نعم، وأكيد دعم ابن القف ورعايته لهم مستمرة. ابن القف مستمر في رعايته لكافة مرضى أصابات الحب الشوكي والإصابات الأخرى.
وفي الختام روي عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: من جرح في سبيل الله جاء يوم القيامة ريحه كريح المسك ولونه لون الزعفران وعليه طابع الشهداء. فهنيئا للجرحى، فهنيئا للجرحى المقام السامي عنده تبارك وتعالى وعند الرسول الأعظم وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهنيئا لذويهم بمشاركتهم في الأجر والثواب ونيل شفاعة الجريح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.